الشغل الخاص مو بسهل أبد. مدري أفكر إني أرجع للوظيفة. آه لو كنتوا معي بس. كان قلت لكم أدعوا لي بالتوفيق وإنه ربنا يرزقنا بتاعي. جو هايبرد. آه يا جوهرتي لو أعرف أسمع لك الأومليت والسكر بنت والسانساين والد وش اسمها الثاني ذاك. سامحيني حدي شكشوكة وشطة. أحم أحم ما هذا العبق؟ لقد ذكرتني بكافيتيريا الرقيات. جابتك الشكشوكة يا عري. هيا خذ. وهل تقارن الشكشوكة العتيقة بطعم القطط المعلب؟ خبيص، وش مصحيك من قبل الفجر؟ وش تسوي؟ ولا شيء يا قلبي، جهزت لك فطور بسيط، شوية سكرامبل إكس with tomatoes and onions and hot sauce. شكشوكة بالشطة، الله ما تتخيل قد إيش نفسي فيها. ربي يخليك لي يا خبيص. زيوتك مضبوطة يا قلبي؟ اي طبعاً، توني أمس جاي من صيانة بلدنا. فلاترك، أقمشتك، فراملك، كل شيء تمام؟ يا بنت الناس، اللي سمعك يقول بمسك خطل طوكيو، هذه القوعية كلها 140 كيلو. 140 كيلو رايح و140 كيلو جاي كل يوم. أنا ماني عارفة ليه الجوهرة مصرة تشتغل مدرسة في القوعية. الله يطمني عليك بس. لا وصيك يا عمري، انتبه للخط زين، عيونك على كل المرايات، اصحك تلمس الجوال. من جدك يا خبيص، ليه سنة أسوق وبرضك تخاف علي؟ وبظل أخاف عليك العمر كله. استودعتك الله يا جوهري. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. جوهر، الحمد لله على سلامتك، حسيت بجيتك من أول الشارع. طبيعي تحسين بجيتي، مطوري عادي وصوت، مو مثلك هايبرد على الصامت. يعني ما بتبطل سيرة مطور عادي وهايبرد؟ كلنا تويوتا وكلنا يابانيين. أنا كنت قلقانة عليك، المشوار طويل. مشوار طويل؟ توك تقولين يابانيين. 300 كيلو هذه أول مرة أمشيها في يوم من يوم شرتني الجوهرة. كان حدي 6 كيلو لفرع صيانة بلدنا. الحمد لله على السلامة يا جوهرتي. ها بشري كيف كان أول يوم؟ إن شاء الله إن الأمور كانت اطمن يا خبيص، كل شيء كغ. خلينا ندخل أول أجهز لك الغداء وأحكيك. تعالي بس طفي جوهر وخلينا نروح بالحديدة، بغديكي في أحسن مطعم. طيب اركب، جوهر لسه شغال. لا والله حلفت ما تسوقي، أنت توك جاية من سفر. طيب طيب تعال نسوق. حرام عليك يا خبيص، ما بقيت شي في المنيو إلا وطلبته، من بياكل ذا كله؟ لازم تتغذي كويس يا قلبي علشان تستقوي على بداية حياتك المهنية ومشاوير السفر. ناكل اللي نقدر عليه والباقي ناخده سفري أو نتصدق فيه. المهم خبريني كيف الوظيفة. والله التدريس متعة وحلو، بداية محطة جديدة في حياتي، منها طور نفسي بدل قاعدة في البيت، وكمان زيادة لدخلنا مع إن راتبها يعني على قولك.
الواحد لازم يبدأ تجارب جديدة في حياته، لكن بدايتها 7 ساعات تدريس و4 ساعات مشوار. بس لو كان المشوار أقرب، جوهر تويوتا واقتصادي في البنزين ما اختلفنا، 300 كيلو كل يوم بتاكل نص الراتب، ضروري نحسبها صح. والله لو تودي ترتاحين وتتجهزين للوظيفة الأهم، وظيفة الأم. آه يا جوهرتي، أنت ما تتخيلين قديش نفسي تحملين وتجيبين لنا بنوتة حلوة مثل أمها. يوه يا خبيص، قلب لك ملحقين على الخلفة. بس لو كانت سيارتي هايبرد كان وفرت نص تكاليف البنزين. أنت تامرين أمر، نروح لعبد اللطيف جميل ونبدل جوهر ببريوس أو كامري هايبرد. وأغير جوهر؟ تعرف أنا متعودة على السيارات العالية، صراحة الراف 4 ما في مثله، جمع المحاسن كلها، دفع رباعي بنعومة السيدان. تويوتا كأنهم قاطين معنا، شوفي. يا الله، ما كنت أدري إنهم طلعوا راف 4 هايبرد. جو هايبرد، كلنا رهن إشارتك يا الجوهر، سواء جوهر ولا جو هايبرد. تويوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. انطلق للغد. لا تنسون تتفرجون الحلقات اللي راحت، وسووا سبسكرايب عشان تشوفون الحلقات الجاية.